مساء الخير، ازيكم؟ ينتبني قوي جو العيله النهارده. وانا بصلي من امبارح، الروح القدس عمال يتكلم معايا عن سجود وتسبيح العيله مع بعض كعيله، عيله وجسد المسيح. فمنتبني قوي الموضوع ده بقى اليومين واقعيا. وعايز ادعونا كلنا ان نشوف المشهد ده، انه يتوسطنا بابا اللي كنا لسه بنبدا وبنقول له كده يا ابانا. ومصرت قلب بابا انه يقعد وسط عيله، والعيله دي تيجي تقابله وتقعد معاه. ولما العيله دي تيجي تقابله وتقعد معاه، تجيب معاها التقدمات وتجيب معاها الزياره اللي هي جايه بيها. وهو من كرم اخلاقه ما بيخبيش التقدمه دي لغايه ما الناس تمشي، لكن يعني لما بنروح نزور بعض كده، وانا اجيب معايا حاجه مثلا وجاي ازور القسيس، فلو هو نفسه مشفيه وطبيعي وعادي يعني، مش هيخبيها تحت السرير لغايه ما امشي وبعدين هو ياكلها، لكن هيفتح وانا وهو نتشارك مع بعض. وده اللي هيعمله طبعا، لانه ده راجل جميل قوي. بابا العيلة بتاعنا كده برضو. طبعا يبدو الكلام ده كلام تأملي، بس ده اللي مكتوب بالظبط في تثنية 12 عدد 5، وانا احب اوريه لكم بعينيكم وتشوفوا جو العيلة دي من السجود ومن تلاقي اب العيلة مع افراد العيلة كلهم. الرب كده كان بيوصي الشعب بتاعه، بيقوله بل المكان الذي يختاره الرب إلهكم من جميع أصباطكم ليضع اسمه فيه. كلمة يضع اسمه فيه يعني يعلن حضوره في المكان ده. فكل الكلمات بتاعت اسم الرب، ذكر اسم الرب، دي معناها كامل حضور الرب في المكان. فبيقول كده المكان اللي ربنا يشاور عليه عشان يحط اسمه فيه، سكناه تطلبون وإلى هناك تأتون. ركزوا في الكام فعل اللي جايين دول عشان نستنتج الأولوية، خلاص؟ لأن في أولويات. طب لما تيجوا وتتقابلوا وتروحوا تتقابلوا مع الرب، هتعملوا ايه؟ وتقدمون الى هناك ذبائحكم ومحرقاتكم وعشوركم ورفائع ايديكم ونذوركم ونوافلكم وابكار بقركم وغنمكم. فدي الزياره اللي انتوا جايين بيها عشان تقابلوا بابا العيله. هتعملوا ايه بقى بالزياره دي هناك وانتوا بتقابلوه؟ وتاكلون هناك امام الرب الهكم، وتفرحون بكل ما تمتد إليه أيديكم أنتم وبيوتكم كما بارككم الرب إلهكم. شفتوا ترتيب وقت المقابلة؟ إحنا المكان اللي بابا هيقول أنا هنا فيه، كلنا هنطلب المكان ده ونروحه ونجيب تقدماتنا وزبائحنا لهناك. والزبائح دي مش بس عشان هو يأكلها لوحده، لأ، إحنا بنشترك معاه فيها. وده النظام الكهنوتي اللي محطوط، انه الكهنه بياكلوا من الذبيحه. وكان على قلب الرب في خروج 19 ان كل الشعب يكون مملكه كهنه، مش سبط لاوي بس. فعشان كده بيقول لهم تعالوا اقعدوا قدامي وهاتوا التقدمات دي وكلوا وافرحوا. فتبقى الذبيحه هي مصدر سرور لقلب الاب ومصدر شبع لينا. فلما ننطق بكلام تسبيح بيتكلم عنه هو يصر، واحنا نشبع بالحق جوانا. فنجيب تقدماتنا ونقعد في حضرة بابا، ناكل ونفرح بكل ما تمتد إليه أيدينا. يا بختنا لو الروح القدس النهاردة خدنا وحطنا في الحتة دي بالإعلان كده. فاحنا مش جايين بس نقدم ذبيحة، احنا جايين نستمتع بالقعدة مع بابا، نتملى في جماله، نحب فيه وهو يحب فينا، نغني له أغاني حب وهو يغني أغاني حب لينا. فتبقى قعدة جميلة، وناكل ونفرح قدامه. أدعونا كلنا نرفع قلوبنا دلوقتي للرب ونقول له خدنا في المكان ده، خدنا في مكان مسرتك. فارق معانا ان احنا نقدم تقدمات تفرح بيها انت، واحنا كمان نشبع بيها ونتلذذ بيها معاك.
مكتوب كده يلذ لك يلذ له نشيدي وفي نفس الوقت أنا أفرح بالرب. وصلي ليا كلنا وليكم ولينا كلنا إنه الكلام ده ما يقفش عند مرحلة الوعظ أو التأمل، لكن أصلي لينا كلنا إن احنا ندخل لأعماق اختبار الحق ده. ليه؟ لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له بالروح والحق، فقدامنا حق يشتغل فينا بالروح القدس وفي إنسان الروح بتاعنا فيثمر اختبار طعمه جميل. تعالوا ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. كملوا بتتكلموا مع الرب، نفسي كلنا نركز في ان احنا بنتكلم مع الرب، مش مشغولين بأي حاجة تاني خالص حوالينا. ومنظر العيلة ده المسيح عاشوا كتير قوي، عاشوا في بيت لعازر لما كان يقعد مع العيلة الجميلة دي ويستمتع بقعدة مريم قوي. ليه بيستمتع بقعدة مريم؟ لأنها قاعدة معاه وبتاكل وتشرب معاه. شجعك ما تبصش عليها خالص ولا تبص على حد، لكن بص عليه هو واتكلم معاه. يا رب شكرا ليك لأنه أنت مانح لينا إن احنا ندع ليك أبناء لعبيد، وإن أنت مش بس تكون إلهنا لكن إلهنا وأبونا كمان. وإحنا ممتنين جدا ومسرورين قوي إن احنا نتلف حواليك. يا سلام، يا بختنا شعب عارف طريق القعدة قدامك. عشان كده يا رب غيرك جوانا ان احنا نبقى كلنا ملفوفين حواليك ومتمتعين بيك، وغيرك كمان جوانا ان كل اللي ما دقش القعدة دي ان عينيه تتفتح وتشوف جمال القعدة دي معاك. ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه واتعشى معه وهو معي. الآية دي مش بس للخطاة او للناس اللي بتسلم حياتها، لكن لكل واحد قرر ان يتقابل مع الرب في محضره. اشجعك كمان انك تاخد القرار ده النهارده انك تتقابل مع الرب. أنا فبكثرتي
علينا قدس الأقداس نبتغي أن ندخل فتعالى بروحك علينا والمس بأمرك شفاءنا المس بأمرك شفاءنا ندخل ديارك نمتلي بروحك نطرق الخطايا عند مدخل الحجال نطلب حضورك نبتغي تتويجك فاقبل تسبيحنا نحبك يا الله وتعالى بروحك علينا قدس الأقداس نبتغي أن ندخل امتلي بروحك وحدك يا رب التمس برك تاركا خطيئتي ورافعا لها الصلاة وجوعي وعطشي لبرك وارتوائي عندك خذني ربي تعالوا نصلي كلنا نفسنا الصلاة دي. يا رب إن كان جوانا أمر بيعطل إن احنا ندخل إلى مكان سكناك، المكان اللي انت وضعت اسمك فيه، أي مكان أو أي شيء بيعطل، أي فكر بيعطل، أي ميل قلب بيعطل إن احنا ندخل ونقابلك. أنا بصلي باسم يسوع أنه ينكسر في هذه اللحظة، ليكن كل شعب الرب قادر أن يعاين مجد الرب حيث وضع اسمه وحيث قال أن يكون اسمه، وهو قد دعا اسمه القدوس علينا. اتنبأ كده على نفسك انه سكة مفتوحة بينك وبين حضور الرب، وهو عمل اللي عليه وفتح السكة وشق الحجاب. هاليلويا، لان الحمل قد شق الحجاب فلم يعد هناك فاصل بيننا وبين الاقداس. خذني ربي، تعالوا نصلي، قدس اقداسي خذني ربي بدم الحلال، خذني ربي لقدس الأقداس
والمس في أمريكا شفتاي. تعالوا نصلي تاني مع بعض. خذني ربي لقدس الأقداس، خذني ربي بدم الحمال، خذني ربي لقدس الأقداس، المس في ضمرك شفتاي. خذني ربي، خذني ربي لقدس الأقداس، خذني ربي بدم الحمال، خذني ربي لقدس الأقداس، والمسني بأمرك شفتاي. رب أصلي لنا كلنا كمان نكون أنية مقدسة طاهرة، قادرين نقف في محضرك نرفع أيادي طاهرة أمامك. أصلي أن كل رجال وكل الساجدين الحقيقيين أن يقدموا سجود ويقدموا عبادة للرب رافعين أيادي طاهرة. عشان كده يا روح الله أصلي بتطهير لهذا الهيكل المقدس. شكرا لأنه لينا دم الحمل مضغطين بيه، شكرا لأنه لينا دم الحمل مغطينا قدام المقادس. هللويا. قدوس 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 الرب، قدوس 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 الرب، قدوس 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 الرب، قدوس 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 الرب، عينك لهيب نار، جمرات نار متقدة، ونهره نار، عينك لهيب نار، قدوس الرب، قدوس 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 الرب، للجالس على العرش، للجالس على العرش وللحمل، للجالس على العرش وللحمل إكرام، للجالس على العرش وللحمل، للجالس على العرش وللحمل، للجالس على العرش وللحمل سلطان. تعالوا نغني للجالس، للجالس على العرش وللحمل، للجالس على العرش وللحمل، للجالس على العرش وللحمل إكرام،
للجالس على العرش وللحمال للجالس على العرش وللحمال للجالس على العرش وللحمال سلطان عيناك لهيب نار جمرات نار متعقدة وظهره نار عيناك لهيب نار جمرات نار متعقدة متعقدة وظهره نار عينك عيناك لهيب نار جمرات نار متعقدة وناره نار قدوس 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 الرب قدوس 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 الرب يا صوت الملائكة يعلو في محضرك يهتفون كلهم قدوس ساجدين أمامك ورافعين السبح لك معلنين أنك قدوس يلا نغني مع السرافيم صوت الملائكة ها صوت الملائكة يعلو في محضرك يهتفون كلهم قدوس ساجدين أمامك ورافعين السبح لك معلنين أنك قدوس هيا نقوم كلنا نرفع أصواتنا نهتف لملكنا القدوس نسجد نحن رؤوسنا نطرح تجالنا عند قدميك يا قدوس هيا نقوم كلنا نرفع أصواتنا نهتف لملكنا القدوس نسجد نسجد نحن رؤوسنا نطرح تجالنا عند قدميك يا قدوس 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 واسمك يسكب علينا قدوس قدوس واحنا بنقدم الذبيحة اسمه يسكب علينا يسوع اسمه كدهن مهراق قدوس يسوع قدوس سيدي سيدي أعبدك من كل قلبي أحبك وأحيا لمجدك يا قدوس أنت من أحييتني في الروح وطهرتني قدستني لشخصك يا قدوس سلاح 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 يعني مزيكا بتبطل لكن الشعب بيقتر تاني في الكلام بليز من فضلك اعرض الاخر جملة سيدي اعبدك فلو حتى في قلبك ما بتعبدش امتحن قلبك امتحن قلبك شوف قلبك بجد كله بيقدم سجود كل ما في بطني
مشهد الشهادة دي، أنت من أحييتني وطهرتني بالروح. تعالوا نرفع أيدينا للرب ونشهد الشهادة دي دلوقتي. أعطوا الرب مجدا لأنه أحيانا وطهرنا. أعطوا للرب مجدا، نعطي للرب مجدا لأنه أحيانا وطهرنا. عشان كده لو حتى في قلبي هربانة، حتى في فكري، حتى في مشاعري، حتى في إرادتي، حتى في جسدي مش واقفة كلها على بعضها، كل ما في بطني يقدم ليك سجود، أنا دلوقتي بمتحن نفسي قدامك. قدسني وكرسني كلي على بعضي عشان أقدم سجود حي حقيقي، لأنه هو طالب الساجدين دول. يا جماعة الرب طالب الساجدين دول. يا رب أنا أتنبأ أنك تسكب جوانا حقك بغنى، وحقك ده تعمل فيه أرواحنا وفي إنسان الروح بتاعنا بالروح القدس، فنصعد لك صعيدة حية حقيقية، لأن حقك حياة والحياة في حقك. فالرب يخرج كده من ذبيحتنا ذبيحة مليانة حياة لسروره والحياة نحنا. صلوا معايا يا إخوة الصلاة دي، صلوا معايا الصلاة دي. سيدي أعبدك من كل قلبي، أحبك وأحيا لمجدك يا قدوس. أنت من أحييتني بالروح وطهرتني، قدستني لشخصك يا سيدي أعبدك. سيدي أعبدك من كل قلبي، أحبك وأحيا لمجدك يا قدوس. أنت من أحييتني بالروح وطهرتني، قدستني لشخصك يا قدوس. لنعلن هذا، أنا لن أقضي بعد الآن أن أخفي هذا الإعلان، أنك حي فيا يا قدوس. علمني أسمع صوتك، قمني أنت بروحك، ويراك الناس فيا يا قدوس. بعد الآن أن أخفي هذا الإعلان، أنك حي فيا يا قدوس. الرب حي، علمني أسمع صوتك، قدني أنت بروحك، ويراك الناس فيا يا قدوس. في حمام، خذني ربي في حمام، أجد ستري في دماغ، راحتي عند صليبك يا قدوس. أنت هو الراعي الأمين، من قادني عبر السرير، على كفيك نقشتني يا قدوس. لنشهد بأن الراعي الأمين معنا. خذني ربي في حماك، أجد ستري في دماك، راحتي عند صليبك يا قدوس. أنت هو الراعي الأمين، من قادني عبر السرير، على كفيك نقشتني يا قدوس. بنيتي ربي وشهوتي
أنت تغير صورتي لأحيا حياتي بشبهك يا قدوس. اختن لي قلبي العنيد فهو العائق الوحيد بيني وبينك مالك يا قدوس. بنيتي ربي وشهوتي أنت تغير صورتي لأحيا حياتي بشبهك يا قدوس. اختن لي قلبي العنيد فهو العائق الوحيد بيني وبينك مالك يا قدوس. قدوس قدوس أنت اسمك قدوس يسوع قدوس يسوع قدوس واسمك قدوس قدوس للرب واسمك قدوس قدوس للرب. تعالوا نختبر كده واحنا بنغني قدوس, نختبر كده العدد اللي مذكور في نشيد الأنشاد لما العروسة بتقول له كده لرائحة أدهانك الطيبة اسمك دهن مهراق. فلما بننطق بالاسم الاسم يسكب بكل طبيعته علينا, فلما بننطق بقدوس الرب يقدس, أما ننطق بالبار الرب يدينا بر المسيح, أما ننطق بالقادر الرب يمنحنا قدرة. ودي حلاوة الوجبة اللي بناكلها قدام الرب. فتعالوا نتميل كده بالإعلان والإيمان ده وإحنا بننطق اسم الرب يسكب علينا من الدهن والبرفان الجميل ده. واسمك قدوس قدوس الرب واسمك قدوس سكيبك علينا قدوس الرب واسمك قدوس قدوس الرب واسمك قدوس قدوس الرب. أدخل لقدس الأقداس أنا جوا دلوقتي, أدخل بدم الحمام, أدخل لأعبدك, أسجد باركك, أدخل لقدس الأقداس, أدخل بدم الحمام, أدخل لأعبدك أعبدك
قدوس قدوس الرب واسمك قدوس قدوس تعالوا كده ننطق بالكلمة ونلهك في الكلمة ونسبح بالكلمة، لأنه من أجمل الحاجات اللي بتاخدنا كده روحا ونفسا وجسدا الكلمة. هنسبح مزمور 113. عايز أقول لكم بس من 113 ل 118 دي المزامير اللي كانت بتتسبح في شعب إسرائيل في وقت الفصح، وهم بيحتفلوا بالفصح كل سنة. كان يقدم 4 كؤوس من الخمر، وكانت تقرأ المزامير من 113 ل 118 لأن فيها شهادة حية بالرب عمله معاهم. وإحنا عايزين نقول ده بشهادة حية عن الرب عمله معانا وصنعه في حياتنا. وعلى نفس ذات الطقس المسيح لما قدم الكأس الثانية قال هذا هو الكأس الذي للعهد بدمي. فوجب إن إحنا نقف ونفتخر بالرب عمله معانا. واحنا مش هنتلو المزامير او نقراها، لا هنسبحها، لان مش هننطقها بافواهنا وعنينا، لكن هننطقها بكل حته فينا. تعالوا نخش في الحته دي، نجرب كده ان جسمك كله بينطق المزمور، فكرك بينطق المزمور، مشاعرك متاججه جواك وانت بتقول المزمور، ارادتك دافعه كل ده، وفوق الكل انسان الروح بتاعك مليان بالروح القدس وبيقود كل الأوركسترا دي. يا على جمال الذبيحة وجمال البخور وهي طالعة وإحنا بنسبح كده. هللويا. سبحوا يا عبيد الرب، سبحوا اسم الرب، ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد، من مشرق الشمس إلى مغربها اسم الرب مسبح. الرب عال فوق كل الأمم، فوق السماوات مجده. من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي، الناظر الأسافل في السماوات وفي الأرض، المقيم المسكين من التراب، الرافع البائس من المزبلة، ليجلسه مع أشراف مع أشراف شعبه، المسكن العاقر في بيت أم أولاد فرحانة. هللو يا 114. خلونا نتعود كده نلهك في المزامير وفي الكلمة. عند خروج إسرائيل من مصر وبيت يعقوب من شعب أعجم، كان يهوذا مقدسه وإسرائيل محل سلطانه. البحر رآه فهرب، الأردن رجع إلى خلف، الجبال قفزت مثل الكباش والأكام مثل حملان الغنم. ما لك أيها البحر قد هربت، وما لك أيها الأردن قد رجعت إلى خلف، وما لكن أيتها الجبال قد قفزتن مثل الكباش، ويا أيتها التلال مثل حملان الغنم. أيتها الأرض تزلزلي من قدام الرب، من قدام إله يعقوب، المحول الصخرة إلى غدران مياه، الصوان إلى ينابيع مياه. حد فينا كان في صخرة قدامه والرب طلع منها ارتوى ليه؟ حصلت معانا الصخرة تحولت لغدران مياه بكلمة الرب قال لك تنطقها؟ فعيدك كده وقدم حمد للرب قبل ما نخش في مزمور 115. المحول الصخرة إلى غدران مياه، الصوان اللي واقف قدامك يبقى سبب إنك تشرب منه. واو، إيه الجمال بتاع إلهنا ده؟ التحدي الصخرة والصوان الرب يطلع منه شبع لينا. ده مش كلام وعظ ولا تشجيع ولا تسلية، لكن ده حق عشان شعب الرب يختبره. ايه هللويا.
يلا يا قديسين نسبح 115. ليس لنا يا رب، ليس لنا، لكن لاسمك أعطي مجدا من أجل رحمتك، من أجل أمانتك. لماذا يقول الأمم أين هو إلههم؟ إن إلهنا في السماء كلما شاء صنع. تعالوا نعلنها تاني. إن إلهنا في السماء كلما شاء صنع. أصنامهم فضة وذهب عمل أيدي الناس، لها أفواه ولا تتكلم، لها أعين ولا تبصر، لها أذان ولا تسمع، لها مناخر ولا تشم، لها أيد ولا تلمس، لها أرجل ولا تمشي ولا تنطق بحناجرها، مثلها يكون صانعوها بل كل من يتكل عليها. لكن احنا لينا إله تاني. هللوا لهذا الإله واحمدوا اسمه. يا إسرائيل تكل على الرب، هو معينهم ومجنهم. يا بيت هارون اتكلوا على الرب، هو معينهم ومجنهم. يا متقي الرب اتكلوا على الرب، هو معينهم ومجنهم. ليه؟ لأن الرب قد ذكرنا فيبارك. يبارك بيت إسرائيل، يبارك بيت هارون، يبارك متقي الرب. الصغار شفتوا بيحب يبارك العيلة ازاي؟ الصغار مع الكبار. يلا نتنبأ بالكلام ده الجاي على بيوتنا وعلى حياتنا وعلى عائلتنا. ليزد الرب عليكم، عليكم وعلى أبنائكم، أنتم مباركون للرب الصانع السماوات والأرض. تاني، ليزد الرب عليكم، عليكم وعلى أبنائكم، أنتم مباركون للرب الصانع السماوات والأرض. السماوات سموات للرب، أما الأرض فأعطاها لبني آدم. ليس الأموات يسبحون الرب ولا من ينحدرون إلى أرض السكوت، أما نحن فنبارك الرب من الآن وإلى الدهر. هاليلويا. خلونا نرفع أيدينا ونبارك الرب. لو هذا الحق يعلن أنه إله يستحق البركة، لنبارك اسم الرب إلهنا الذي يحول الصوان إلى غدير المياه، الذي يباركنا ويبارك أولادنا وبيوتنا، الذي يضع اسمه في وسط أحشائنا ووسط بيوتنا، الذي يزيد البركة علينا وعلى أبنائنا، الذي يمتلك السماوات وقد أوكل الأرض وأعطاها لبني آدم. هذا هو إلهنا وهذا هو الحق. مزمور 117. ده لازم يتقال بقى زي النشيد الوطني كده. سبحوا الرب يا كل الأمم، حمدوه يا كل الشعوب، لأن رحمته قد قويت علينا وأمانة الرب إلى الدهر. ده يستحق إن احنا نقوله تاني. سبحوا الرب يا كل الأمم، وحمدوه يا كل الشعوب، لأن رحمته قد قويت علينا وأمانة الرب إلى الدهر. حد فينا يستقبل رحمة؟ فلندخل بثقة إلى عرش النعمة لننال رحمة. افتح إيدك كده للسماء واستقبل رحمة من لدن الرب. احنا مش بنشحط رحمة، لكن ده ميراث، ميراث العريس لعروسته، لأن كل الذين يتقدمون إلى الآب به يلاقوا قبول، لأن واقف في كل حين عن يمين الآب يشفع فينا، ذلك تسكب رحمة علينا ونجد نعمة وننال نعمة. مئة وثمانتاشر. يا
احمدوا الرب. ليقل إسرائيل، ليقل بيت هارون، ليقل متقوا الرب، من الضيق دعوت الرب فأجابني من الرحب، الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بي الإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بأعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان، الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي مثل النحل انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دحرتني دحورا لأسقط، أما الرب فعضتني. مهم نفهم الآية دي عشان قراها بالتشكيل. دحرتني، اللي بيتكلم هنا مش بيكلم الرب، لكن ده طريقة شعرية انه بيكلم العدو وبعدين يوجه نظره للرب، فيبص العدو يقول له كده، دحرتني دحورا لأسقط أما الرب فعضتني. فتعالوا كده نبص للعدو ونقول له الكلام ده، ونبص للرب ونفتخر. دحرتني دحورا لأسقط أما الرب فعضدني. تاني، دحرتني دحورا لأسقط أما الرب فعضدني. هاليلويا. قوتي وترنمي الرب، وقد صار لي خلاصا، صوت ترنم وخلاص في خيام الصديقين. بيقولوا إيه؟ يمين الرب صانعة ببأس، يمين الرب مرتفعة، يمين الرب صانعة ببأس، لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب، تأديبا أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني. افتحوا لي أبواب البر أدخل فيها وأحمد الرب، هذا الباب للرب الصديقون يدخلون فيه. أحمدك لأنك استجبت لي وصرت لي خلاصا، الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية، من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، نبتهج ونفرح فيه. آه يا رب خلص، آه يا رب انقذ. مبارك الآتي باسم الرب، باركناكم من بيت الرب. الرب هو الله وقد أنار لنا، أوثقوا الذبيحة بربط إلى قرون المذبح. فنرفع دينا. إلهي أنت فأحمدك، إلهي فأرفعك، أحمد الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. إلهي أنت فأحمدك، إلهي فأرفعك، احمد الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. نحمد اسمك القدوس، مبارك أنت أيها الرب إلهنا. مجدا 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 للحمل، أعطوا مجدا للحمل. مجدا 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 للحمل، نحن كل الماكين ولا
ترى المجد. أعطوا مجدا للجالس على العرش. مجدا وللحمل. مجدا مجدا أنا مكان ربا وان ربا وان تكتير.
نديلك كل كرامة ومجد، عاوزين نسبحك ونعبدك الليلة دي، بنديلك كل كرامة ومجد لأن أنت مستحق التسبيح. اعبده اعبده، كمل عبادة وسجود لأن هو مستحق، يستحق إن احنا نديله وقت أكتر في العبادة والسجود والتهليل والتسبيح. هو مستحق كل كرامة، هو الأول والآخر، هو البداية والنهاية، هو بيحبك قوي قوي قوي، وهو يعطي المعيا قدرة. لو أنت جاي النهاردة تعبان، هو يشددك، هو يقومك، هو يديك نعمة، هو يديك فرح جوه القلب حتى وانت محبط، حتى وانت متفشل، النهاردة يفرحك، النهاردة يديك سلام. يا رب بنسبحك، بنقدسك، بنرفعك، انت مستحق كل مجد، انت مستحق الكرامة. الرب هو الله، الرب هو الله، الرب هو الله، هو صنعنا وله نحن شعبه وغنم مرعاه. خلينا نهتف الكلمات دي، خلينا نهتف ونعلن ان هو وحده الله، هو وحده يستحق العبادة والسجود، لنعبد الرب بالفرح والحمد. يسوع يسوع يسوع، بالفرح والحمد ولنهتف له ولنرفع الأيدي لنعبد الرب. بالفرح والحمد ولنهتف له ولنرفع الأيدي. الرب هو الله وصنعنا ونحن شعبه وغنم مرعاه. الرب هو الله لسيد الأكوان. غنوا ورددوا بأعذب الألحان، بالأيدي صفقوا لسيد الأكوان. الرب هو الله هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعاه. الرب هو الله هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعاه. لساكن السماء ونذبح الحمد لمن في وسطنا. نقدم المجد لساكن السماء ونذبح الحمد يسوع في وسطنا. الرب هو الله هو صنعنا ونحن شعبه وغنم مرعاه. الرب هو الله سنرفع الرايات وبالخلاصين ستعلو الترنيمة. باسمي إلهينا سنرفع الرايات وبالخلاصين ستعلو الترنيمة. الرب هو الله هو صنعنا ونحن شعبه. هللويا هللويا.
سلم على اللي جنبك وممكن تفضل تستريح. بس سلم على اللي جنبك قبل ما تستريح. قول انا فرحان ان انت قاعد جنبي النهارده لان احنا عيله. وسلم على الشخص تاني اللي انت ما سلمتش عليه. هو بالنسبه لك يمكن الاختيار التاني بس برضو انت بتحبه. امين امين. انا قلت لفريق التسبيح وقلت لحسام ياخد راحته علشان احنا الشهر ده الشعار بتاعنا الكنيسة العابدة، فكنا عاوزين نعبد ربنا ونسبحه ونركز عليه اكتر. كنت مشغول بفكرة اليومين اللي فاتوا، فكرة العيلة، وكلمت حسام النهاردة الصبح قلت له مشغول بفكرة العيلة، قال لي برضو انا كمان. فواضح ان ربنا عاوزنا النهاردة نصلي للعيلة وهشرح ليه. من يومين اول امبارح السبت بالليل كان في حفلة مدارس أحد للكريسماس، مش عارف كم حد حضرها، بس صراحة حفلة كانت رائعة. وفريق التسبيح بتاع مدارس أحد كان رائع، ومعانا هنا العقل المدبر لفريق التسبيح بتاع مدارس الأحد يوانا، فنفسي نديهم يد كده. وإيريني معانا برضو، نفسي نديهم يد قوية. حفلة كانت قوية، وطلبوا مني أن أنا في 5 دقايق أقود صلاة للعيلة. وقلت هسأل الناس سؤال. طبعا اليوم ده كان عدد كبير قوي، فقلت هسأل سؤال وكنت متأكد ناس هتجاوب غلط، او على القليل الناس هتجاوب الإجابة اللي مش في دماغي. يعني قلت لهم عارفين احلى مكان انا بحبه هو ايه؟ طبعا انا متأكد ان انتوا برضو هتجاوبوا غلط. انا سمعت الكنيسة او بالظبط، فهم قالوا لي الكنيسة، قلت لهم غلط، مش احلى مكان. يعني انا يعني بحبه طبعا، الكنيسه بحبها، بس ممكن نمره 2 أو 3. فلما قلت لهم لا مش ده احلى مكان انا بحبه، قالوا لي يبقى السماء. فطبعا انا بحب السماء وبنتي اسمها سماء وبحب السماء جدا، بس مش ده اللي قصدي عليه. برضه قلت لهم احلى مكان بحبه هو بيتي. فكان في ولد قاعد هنا هو على اليمين زعق كده باعلى صوته وقال لي نعم بيتي، البيت هو احلى مكان. مش ممكن، يعني صعب قوي انه البيت يبقى هو احلى مكان. بس الصراحة قلت لهم بالنسبة لي بيتي هو احلى مكان. ربنا لما خلق العيلة، خلق نظام العيلة، لما خلق ادم وحواء، كان اللي في مقصده ان ده يكون اكتر مكان انت بتستريح فيه. ده المكان اللي انت بعد ما تخرج في العالم ويمكن تخش في مواجهات وصراعات واحباطات، وممكن ناس تتكلم عليك، وممكن تبذل مجهود في حاجات كتيرة، بترجع في الاخر فين؟ البيت. ده المكان الدافي، ده المكان اللي انت بتستريح فيه، ده المكان المفروض فيه بابا وماما، ان انت بتسكب قلبك قدامهم. ده المكان اللي فيه اخواتك، اقرب ناس ليك، اللي انت ما عندكش مشكلة في البيت تبقى على راحتك. ده تعريف البيت. تعريف البيت انه انت ما عندكش مشكلة انك تبقى على راحتك جوه البيت. احنا كلنا هنا جايين متهندمين ومسرحين شعرنا حاطين احلى حاجه، بس في البيت ما بنبقاش كده. ليه؟ لان ببقى على راحتي. ده بيتي، ده بيتي اللي مش مكسوف قدام عيلتي كلها ان انا ابقى على راحتي، على سجيتي. ربنا لما خلق العيله خلقها المكان الدافي قوي قوي قوي. والكنيسه المفروض هي عيله مكبره، زي ما كان حسام بيقول في اول التسبيح، احنا العيله الكبيره، بس الاول هو بيتي. فاكرين في راس السنة اللي فاتت؟ كم حد حضر حفلة راس السنة اللي فاتت؟ دي محتاجة قوة ذاكرة. كان في الديكور هنا كان في قلب مقسوم، وبعدين كان في منظر بصراحة أنا مش هدنيش قوي القلب المقسوم، يعني حلو طبعا كله، يعني كان جميل، بس فرق معايا الرسمة أو المكت. فاكرين كان عبارة عن إيه؟ زوج وزوجة وطفل صغير. ولما بصيت عليهم حسيت ياه ده اللي ربنا عاوزه، وحسيت ياه ده اللي الشيطان دمره. يعني مش بس مش عايزه، يعني ياريته بس مش عايزه، لا هو دمره. هو دخل وسطينا وعرف يسرق مقاصد الرب للبيت. للأسف بيوت كتيرة مش هو اللي أنا حكيت عنه. عارف وأنا بحكي دلوقتي إن البيت ده مفروض يبقى هو المكان الدافي، مفروض هو المكان اللي باجي عند بابا وماما وبسكب قلبي قدامهم، باجي لاخواتي وبسكب قلبي قدامهم. دي الحته اللي بحس فيها بالامان. انا عارف في ناس مننا حاسه جواها لا 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 لا، ده مش كده خالص عندي. وانا عارف ان بيوت كتيره جوانا وبرانا
مش ده اللي بيحصل فيها. للأسف البيت تحول لزعيق لخناقات والضرب والاعتداء، وفي ناس بالنسبة لها بتستنى اللحظة اللي تخرج فيها من البيت يمكن عشان يروح المدرسة أو الكلية، وبيبقى شايل هم تقيل قوي وهو راجع البيت بالليل وبيفتح باب البيت. بتحصل، لأنه السارق لا يأتي إلا ليسرق. هو سرق مننا التصميم الإلهي اللي ربنا صمم البيت علشانه، سرق المحبة، سرق الدفء، سرق الحاجات دي كلها. وإحنا النهاردة عاوزين نسترد بيوتنا مرة تانية، النهاردة عاوزين نقتنص البيوت دي من قبضة عدو الخير، عاوزين نطرد الحرامي من بيوتنا. وده اللي أنا كنت بصليه في حفلة مدارس أحد، إنه أنا عاوز أطرد الحرامي من بيوتنا، لأنه بيتي التصميم الأصلي بتاعه إن هو يكون أحلى مكان أنا بستريح فيه، مش شغلي، مش النادي، مش الخروجة، إنما أحلى مكان هو بيتي. لو فتحت جريدة الأهرام يوم 1 أغسطس سنة 2018 هتلاقي العنوان ده، معضلة نقطتين، مصر أصبحت رقم واحد في الطلاق. يعني إحنا كنا بنصارع الخمس سنين اللي فاتت، يعني كان في إشاعات كده إحنا الطلاق عندنا عالي، في حالة طلاق كل 7 دقايق 8 دقايق، بس كان في حالة من الإشاعات إحنا الأول ولا لأ، بس تأكدت السنة دي إن إحنا خلاص يعني وصلنا خلاص إن إحنا نمرة واحد، مش في الشرق الأوسط، مش في قارة أفريقيا، لا في الدنيا كلها. 44% ال 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 الخبر بالتفصيل بتاعه بيقول كده، بيقول إنه بسبب إن البيت مفكك في 9 مليون طفل من غير أب وأم مباشرة، يعني هو مش شايف بابا أو مش شايف مامته، 9 مليون طفل، بس في 13 مليون طفل هو ما عندوش أب أو أم بطريقة غير مباشرة، يعني بابا مش مطلق بس هو سايب البيت، أو مامته مش مطلقة بس سايب البيت، أو بيقعد في البيت أسبوع ويجي يوم لأن هو مش حابب يقعد في البيت دوت. فالبيت متفكك تماما. المقال لما تقراه مرعب مرعب، بيقول الوضع اللي احنا فيه وضع خطر جدا جدا جدا. والخبر بيقول انه الحكومة قررت ان هي تبتدي تدي كورسات للتوعية عشان نحب بعض تاني. بس في سطر بعد الخبر ده، يعني بعد ما قالوا هنعمل كورسات، كان سطر خطير قوي. اللي بيكتب المقال قال بس اكيد 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 الكورسات مش هي الحل، واكيد الكورسات مش هتحل الموضوع، موضوع أكبر من كده بكتير قوي. وأعتقد إحنا ككنيسة محتاجين الليلة دي نقف قدام عدو الخير ونقول له ارحل من أمامنا، ارحل من بيوتنا. ولما بتصلي في فرق، لما بنصلي إحنا لا نضارب الهواء، لما بنصلي عدو الخير يمشي من بيوتنا، يمشي من بيوتنا فعلا. كنت بتكلم في مؤتمر الصلاة اللي فات عن الأباء والأمهات، وختمت الوقت بآية خطيرة جدا، آخر آية اتكتبت في العهد القديم قبل ما المسيح يجي، وكأن بيقول دي آخر آية أنا هكتبها في الوحي بتاع العهد القديم، وكأن ده المشروع الكبير اللي ربنا عاوز يعمله على كوكب الأرض. بصوا ملاخي إصحاح 4 وعدد 5 بيقول إيه، آخر آية، هأنذا أرسل إليكم إلي النبي قبل مجيء يوم الرب اليوم العظيم والمخوف. يعمل ايه؟ يعمل اهم مشروع عند ربنا، فيرد قلب الاباء على الابناء وقلب الابناء على ابائهم، لئلا اتي واضرب الارض بلعن. ولما تقرا الكتاب المقدس، هو مش ربنا لما انت بتعمل حاجه غلط بيجي بيضربك بلعن، لا، هو معنى اللعنه ان انا لما بعمل حاجه غلط انا بحصد نتيجتها المره. وكانه بيقول هنا إن طول ما بيوتنا مكسورة وعلاقاتنا مكسورة، وأنا مش حابب مراتي وإنتي مش حابة جوزك، وأنا مش حابب ابني وابني مش حاببني، إحنا قاعدين في مرار وألم وبكى وضياع رهيب. وأنا بصراحة متغاظ، أنا فعلا نفسي إن إحنا نصلي إن نقول عدو الخير يقف، ونقول للمسيح مرة تانية إن هو يجي جوه بيوتنا. احنا كتير قوي رنمنا الترنيمة بتاعت ارحل من امامنا اصنع بينا نهضتك،
واحنا بنرنمها كده بيبقى في ذهنك في ايه؟ اصنع بينا نهضتك، يعني العدد يبقى كبير، الناس تسلم حياتها للمسيح، وان الشيطان كده يرحل من قدامك، يعني تبطل خطيه. بس انا نفسي ارنمها النهارده، ونفسي اتكلم بيها ان عدو الخير يمشي من بيوتنا، ان عدو الخير بكل التعب والالم والخصام والخناقات اللي جزء كبير جدا منها ابتدى في الاصل باسباب تافهه، باسباب يمكن فيها كبرياء، باسباب احنا ما كناش بنسمع بعض، وسمحنا لعدو الخير ان هو يجي 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 ويعشش، وبعد سنين اكتشفنا ان احنا عمالين نبكي وعمالين نتالم. النهارده من حقنا ان احنا نقف ونقول له يا عدو الخير اخرج من بيوتنا، ويا يسوع تعالى تعالى املك وسطينا، تبقى انت ملك بيتي، تبقى انت الملك في الاربع حيطان اللي انا عايش فيهم. ولما احنا بيوتنا تتظبط نكون نور في وسط بلد فيها ازمه كبيره قوي، فيها الطلاق نمره واحد في العالم، ولما احنا نكون نور البلد تتغير والمنطقه تتغير، والحب يجي على الضلمه كده ويسحق الضلمه في اسم يسوع. امين. انا نفسي ان احنا نقف كلنا قبل ما نصلي ثلاثات واربعات وتكلم بالكلمات دي، قول يا رب تعالى واملك وسطينا النهضه الحقيقيه يا رب، ان العلاقات المكسوره في البيت يا رب تتجبر، تتصلح حالها، تتشفي مره تانية، ان المحبه ترجع بدل البغضه، ان الاب يرجع يحب ابنه بدل ما هو عمال يضربه، بدل ما هو عمال يزعق له، ان الابن يحب باباه بدل ما الابن بقى خايف من باباه، بدل ما البنت بقت خايفه من امها او باباها. يا رب تعالى رجع قلوب الاباء للابناء، ورجع قلوب الابناء للاباء. يا رب اوقف كل اعتداءات في البيوت، اوقف كل ضرب في البيوت، اوقف كل شتيمه بتتقال في البيت. المكان يا رب اللي انت صممته عشان يبقى فيه كلام للبركه، يبقى فيه كلام تشجيع، يا رب اطرد منه كل شر، اطرد منه كل استهزاء وتريقه، اطرد منه كل كلام سلبي اتقال على الولاد الصغيرين، ويا رب يمكن حياتهم اتوصمت بالكلمة دي. يا رب عاوزينك تيجي في بيوتنا يا رب، تملك بسلامك بمحبتك بنعمتك باسم يسوع المسيح، وعدو الخير يرحل من بيوتنا، ملوش مكان في بيوتنا باسم يسوع. يا رب نارك تملانا يا رب، نار الحب، نار الحب تملأ قلب الزوج والزوجة والأبناء والبنات. يا رب نار حبك يا رب تملأ قلوبنا، ارسل روحك القدوس وسطينا يا رب في اسم يسوع المسيح. اصنع بينا نهضتك كارزين باسمك، معلنين دمك في وجه عدونا، نارك ارسل لنا غيرتك اشعل فينا، امرنا عدونا ارحل من امامنا، فلن تصمد في وجهنا، فلن تصمد في وجهنا دوما تحت اقدامنا، رب الجنود معنا ارحل من امام، نارك ارسل لنا، نارك ارسل لنا غيرتك اشعل فينا، امرنا عدونا ارحل من امام، فلن تصمد في وجهنا، فلن تصمد في وجهنا دوما تحت اقدامنا، رب الجنود معنا ارحل من امامنا. هنفسي ان احنا نصلي ثلاثات واربعات لبيوتنا، بس عاوز اقول لكم قد ايه الموضوع خطير. انا في شباب كتيرة بيجوا يقولوا لي اوعى تقول لي ان ربنا اب، بكره ان انا اقول لربنا ابانا الذي في السماوات، لان بصراحه صوره الاب عندي متشوهه قد كده، الموضوع صعب وقد كده الموضوع خطير. فارجوك صلي،
أرجوك أرجوك صلي كأن إحنا في أزمة كبيرة. قول له يا رب أنت تيجي تملك في بيوتنا. صلي مع اللي جنبك, خلينا نصلي ثلاثات وأربعات. قول له يا رب أنت تملك في بيوتنا, أنت تملك في بيوتنا مش الشيطان, أنت اللي تملك بمحبتك في اسم يسوع. صلي صلي طلبت البار تقتدر كثيرا في فعلها باسم يسوع. لا تسكت عن شعبك يا رب, لا تسكت عن شعبك. يا رب لا تسكت عن شعبك, انت باركت الشعب ده, انت باركت الأمة دي, ما تسمحش ان عدو الخير يدمر بيوتنا. اشكرك يا رب ان بيوتنا هي بيوت للبركة, بيوتنا هي بيوت للحب. لا تسكت عن شعبك يا رب. البر, البر يبقى مالي بيوتنا, الحب تبقى مالي بيوتنا, القداسة, القداسة تملى بيوتنا. كل خيانات يا رب تتكسر باسم يسوع. لا للخيانة, لا للشر, لا للعنف, لا للكلام السلبي يا رب. لا تسكت عن شعبك مهما كان الحال يا رب, مهما كان الوضع. تعال وانقذ. آه يا رب خلص. آه يا رب انقذ شعبك, انقذ بيوتك. لا تسكت عن شعبك. واحنا مش هنسكت يا رب حتى يخرج برها كالضياء, خلاصها كمصباح يتقد في اسم يسوع, وتكون بيوتنا مذابح ليك, تكون بيوتنا مذابح ليك في اسم يسوع. مذبح, مذبح ليك يا رب. تسكت عن شعبك وهو يرقد في التراب. لا تسكت يا رب. كيف تسكت عن شعبك وهو يرقد في التراب؟ وعدك, وعدك أن تخرج يا رحيم بره, بره مثل الضياء. ها أنا, ها أنا في الصغر واقف رافع قلبي لك. ها أنا في الصغر واقف رافع قلبي لك بالإيمان. قلبي
أبصره. أمين أمين. ملكا لك ملكا أنت الملك أنت الملك أنت الملك يا إله الحب والسلطان. فلتغر على اسمك يا إله الحب والسلطان. فلتغر على اسمك. لا يكن في وسط شعبك مذبحا لغيرك مذبحا لغيرك. يا إله يا إله الحب والسلطان. فلتغر على اسمك يا إله الحب والسلطان. فلتغر على اسمك. لا يكن في وسط شعبك مذبحا لغيرك مذبحا. عارف ان الصلاة دي صعبة على بعض الناس. انا عارف ان انت حاسس ممكن بيتك يكون الموت ضرب فيه فمش قادر اصلي اصلا الصلاة دي. شوفوا لكم صلاة تانية هصلوها. ممكن نصلي للبلد ممكن نصلي للاقتصاد بس بيتي ده يعني الموت ضرب فيه. إشعياء 49 عدد 24 بيقول الكلمات دي. هل تسلب من الجبار غنيمة؟ تقدر تسلب من الجبار الغنيمة بتاعته؟ الإجابة المنطقية لا لا. هل يفلت سبي المنصور؟ لو الشخص اللي انتصر انتصار شرعي وسبى السبي بتاعه ده يقدر يفلت؟ الإجابة المنطقية لا لا لا. وكأنه السؤال اللي احنا بنسأله هل ممكن البيت ده يرجع ينصلح حاله تاني؟ ده انا ما نفسيش حاله ينصلح. ده انا متمرر على الآخر على الآخر على الآخر ومش بصلي بنفس. بس الإجابة هنا فإنه هكذا قال الرب. ولما ربنا يتكلم الحياة تيجي بدل الموت. إنه هكذا قال الرب حتى سبي الجبار يسلب وغنيمة العاتي تفلت. وأنا بقى هعمل إيه؟ أخاصم مخاصمك وأخلص أولادك. الملايين اللي ملهمش أب أو أم الملايين اللي متبهدلين أخلص أولادك. ونفسي نتكلم نهتف الكلمات اللي جاية دي. قد جاء الأقوى. يسوع بيقول كده في لوقا 11:21. أعتقد أنه بيوصف الوصف بتاع بيوت كتيرة مننا اللي الشيطان قاعد فيها ومتربع. حينما يحفظ القوي داره متسلحا. لما الشيطان يكون قاعد كده في البيت وقاعد متسلح تكون أمواله في أمان. بس عدد 22 ولكن هللويا متى جاء من هو أقوى منه فإنه يغلبه وينزع سلاحه الكامل الذي اتكل عليه ويوزع غنائمه. في أمل في رجاء إن مهما الموت ضرب في بيتك مهما الشيطان كان دخل جوه البيت مهما الشيطان كان دمر العلاقة يسوع عنده للموت مخارج. فمعلش خلينا نقف مرة تانية وإحنا بنهتف الكلمات دي. قد جاء الأقوى يحيي الموتى يحيي العظام اليابسة. نعم 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 يا رب. أنا مصدق إن أنت لما تيجي بيني وبين مراتي بيني وبين ابني بيني وبين بنتي يا رب تشفي العلاقات المكسورة باسم يسوع. تشفي وتحيي أي موت ضرب في البيت باسم يسوع المسيح. من الجبار غنيمة. هل يفلت سبي المنصور وقوته عظيم؟ هل تسلب من الجبار غنيمة. هل يفلت
سبي المنصور وقوته عظيمة. في اسم يسوع والجالسون في أرض الظلام هل يشرق عليهم نور؟ هل يشرق عليهم النور؟ هل تحيا؟ هل تحيا هذه العظام والجالسون في أرض الظلام هل يشرق عليهم؟ هل يشرق عليهم النور؟ نعم 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 نعم. قد جاء الأقوى، قد جاء الأقوى ينادي بالعتق، قد جاء الأقوى يخرج من السمين، قد جاء الأقوى ينير الظلام، يسوع المسيح يحيي العظام. قد جاء الأقوى، قد جاء الأقوى ينادي بالعتق، قد جاء الأقوى يخرج من السجن، قد جاء الأقوى ينير الظلام، يسوع المسيح يحيي العظام. هل تحيا؟ هل تحيا هذه العظام والجالسون في أرض الظلام؟ هل يشرق النور؟ هل يشرق عليهم النور؟ هل يشرق على نعم 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 نعم. قد جاء الأقوى ينادي بالعتق، قد جاء الأقوى يخرج من السجن، قد جاء الأقوى ينير الظلام، يسوع المسيح يحيي العظام. قد جاء الأقوى ينادي بالعتق، قد جاء الأقوى يخرج من السجن، قد جاء الأقوى ينير الظلام، يسوع المسيح يحيي العظام. هللويا هللويا هللويا. تفضلوا، احنا هنصلي النهارده لكل فرد من افراد العيله، وانا عارف ان ليديز فيرست، بس انا هبتدي بالراجل مش لاي سبب، يعني هو انا حضرت كده ابتديت بالراجل وخلاص، يعني بخلي الاحسن للاخر. يعني اعتقد احنا الرجاله اصلا محتاجين صلاه رهيبة رهيبة رهيبة. كل الستات بتقول اه، والرجالة بيبصوا لي منتظرين احنا هنصلي لنا علشان ايه. بس اعتقد احنا الرجالة مضغوطين جدا 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 جدا، عايشين في مجتمع بيشيلنا المسؤولية. طبعا الراجل والست بيشيلوا المسؤولية، بس انت دايما تحت الكشاف، انت دايما حاسس بضغط لو مفيش فلوس في البيت، انت دايما حاسس بضغط لو اترفدت من الشغل، حاسس ان قيمتك قلت، دايما حاسس بضغط لو في حاجه بتمس مظهرك او قوتك. بسبب الضغط ده احنا متوترين وبنزعق كتير، بنتخانق كتير، على اخرنا خالص لو حد بس عمل كده بنتخانق. مش بنتخانق لان احنا اقوياء، بالعكس بنتخانق لان احنا ضعفاء، مش مستحملين، مش مستحملين بسبب الضغط. مش بنعرف بصراحة، مش بنعرف نحب، مش بنعرف نحب. الحب بالنسبة لنا حاجة محتاجين فعلا ان احنا نتملي فيها من ربنا ونتعلمها. عشان كده بولس الرسول بيقول ايها الرجال احبوا احبوا. اصل احنا دي مش الطبيعي اللي عندنا، احنا الطبيعي اللي عندنا نبذل اقصى مجهود في الشغل، الطبيعي اللي عندنا ان قيمتي تبقى في شغلي، في مرتبي، في قوتي الجسدية. بس الحب ده عندي يعني حاجة كده يعني سنوية، جت ما جاتش ما جاتش. بس أعتقد إحنا محتاجين صلاة عشان نعرف نحب، لأن إحنا بنزعق كتير قوي في البيت،
وفي ناس فينا بتضرب في البيت، وانا النهارده عاوز ابوس ايدك وعاوز ابوس رجلك، ارجوك بلاش ضرب، ارجوك بلاش ضرب. روح خد كورسات، روح يعني اقرا دروس، صلي لربنا، بس ارجوك ده ابنك وبنتك ومراتك مستنين كلمه حب منك، مستنين ان انت تشجعهم، مستنين ان انت تديهم كلمه ايجابيه، كلمه تشجيع. ماما بتحب على طول، دي حاجه حلوه يعني، بتحبني حتى لو انا ايه يعني، صح؟ ودايما الامثله بتقول كده. بس لما بابا بيحب دي بتبقى حاجه يعني عمله يعني نادره، والطفل والزوجه بتحس بتميز لما تلاقي بابا بيحب. انا دايما بقول الراجل وبابا هو الترمومتر بتاع البيت، لو انت مكشر ومزاجك متعكنن البيت كله مقلوب، الناس متبرجله كده في البيت مش عارفه تعمل ايه. لو انت داخل منطلق فرحان بتشجع الناس البيت يعلى. فاحنا محتاجين صلاه عشان ربنا يسكب محبته جوانا ويوسع قلبنا ويكبر عضلاتنا فنستحمل الضغط ونستحمل التعب. امين. هتصلوا لنا؟ طبعا هتصلوا لنا، دي بقول للستات ان هم يصلوا لنا. ممكن نسرين تيجي تاخدنا في صلاه نصلي، احنا ناخد واحده ست تصلي للرجاله والراجل هيصلي للستات. انا عارف الراجل لما يصلي للستات تبقى صعبه، بس احنا عيله، احنا عيله ومحتاجين ان احنا كلنا نصلي لبعض. ف انا نفسي بعد ما نسرين تاخدنا في صلاه احنا هنقول ترنيمه، هنرنم ترنيمه، هنصلي، وبعدين كل 3 4 كده يصلوا للرجاله اللي موجودين وسطيهم. احنا محتاجين نصلي لبعض. امين ولا هنفضل كده متنشنين؟ امين. شكرا نسرين، هي انا عملتها على الهوا. خلونا كلنا نرفع قلوبنا في الصلاه للرب. يا رب انت هو الحياه، يا رب انت الالف والياء، انت البدايه والنهايه، انت اللي منا كل شيء يا رب، انت نبع الحب يا رب الحقيقي. نشكرك يا رب لانه بعد عنك يا رب حقيقي موت، لكن يا رب لما بنقرب منك يا رب الحياه بتدب فينا يا رب، وبنعرف نعرف نعيش ونعرف نزرع يا رب في كل مكان نكون فيه. عشان كده يا رب احنا ككنيسه يا رب وكشعب كلنا جايين قدامك النهارده بنسالك يا رب، احنا محتاجين، اراضينا عطشانه جدا يا رب، اراضينا مشققه يا رب، كلنا بنحتاجك، نحتاج حضورك، نحتاج حبك، نحتاج يا رب انك انت تسكب من ذاتك علينا عشان نرجع نحيا من تاني. واحنا يا رب، يا رب انا وكل اخواتي يا رب الستات اللي في المكان ده يا رب جايين نتحد قدامك من اجل كل اب، من اجل كل زوج، من اجل كل ابن واخ يا رب في وسطينا، من اجل كنيستك وشعبك يا رب. تعالى تعالى علينا يا رب كلنا، تعالى بحياه جديده يا رب، اسكب حب يسوع المسيح في قلوبنا من تاني يا رب. يا رب ما فيش حد فينا بيعرف يحب من ذاته، لكن نسالك النهارده يا رب سكيب من الروح القدس حب يا رب، غمر غمر علينا، غمر على كل راجل في المكان ده رب، على كل الناس اللي بتشوفنا في التلفزيون، غمر من الحب يا رب يأتي علينا، فيبقى يا رب كلامنا مليان يا رب شبعان بيك، فبيخرج يا رب الحياة، كل كلمة كل تصرف كل سلوك يا رب بنعمله يكون بينبع منك، فيكون يا رب بشاع حياة. يا رب احنا بنصلي انت وحدك قادر تصنع المعجزه دي في وسطنا، واحنا بنتمسك يا رب بيها، وانت وعدت لينا من اول السنه يا رب ان معجزه الحب تكون لينا يا رب ككنيسه، واحنا ما زلنا متمسكين بيها لاخر يا رب شهر في السنه. بنقول لك انت تستطيع، انت تستطيع يا رب ان تاتي بسكيب حب علينا وغمر على كل شعبك يا رب. منتظرين نار يا رب اباء يا رب، يرجع قلوبهم زي قلبك يا رب، بغمر حقيقي لاولادهم ولزوجاتهم يا رب، يرجعوا يحبوا يا رب زي ما انت بتحب، ويا رب يرجعوا يضموا العيله، يرجعوا يضموا البيت تاني بدفء حقيقي بسكيب من عندك يا رب. تعال يا رب منتظرينك تصنع ده، مستنيين يا رب نسمع اخبار يا رب رائعه الوقت الجاي عن بيوت كتير يا رب اتصلحت ورجعت ليك بحقيقي. نشكرك لأنك قادر، نشكرك لأنه رب نعلم أنه دي على مشيئتك ودي طلبتك يا رب، أنت زرعتها فينا، أنت عاوز تصنعها في وسطنا، عشان كده رب متمسكين بيها. بنباركك 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 ومنتظرينك يا رب الوقت الجاي تصنع عجبا في وسطنا في اسم المسيح نسألك يا رب. أمين. أنفسي الرجالة يقوموا يقفوا، وصلي الصلاة دي لنفسك و
ونفسي الستات برضو يقوموا، بس صلوا للرجال اللي موجودين في المكان. يا رب اسقب محبتك عليهم، هبني حبا، زدني قوة، املأني املأني يا رب. فعلا اسكب محبة كده جوه قلبي، فاعرف احب، اعرف احب الناس يا رب، اعرف احب الناس بمحبة المسيح في اسم يسوع، في اسم يسوع. هبني حبا، زدني قوة، امتلكني يا الله. هبني حبا، هبني حبا، زدني قوة، امتلكني يا الله. أعبدك ربي من كل قلبي، أعبدك ربي من كل فكري، أعبدك ربي من كل قدرتي. أنت بكل حبك تعالى إلهي، بكل سلطانك أقول وجهك بكل قلبي، أطلب وجهك من كل فكري، أطلب وجهك بكل قدرتي. أنت إلهي، نعم أنت الله. نفسي نقوله مرة كمان، هبني حبا. مرة كنت بدي محاضرة لناس مش مسيحيين، بكلمهم عن الكذب والرشوة، وهم قالوا لي مقتنعين جدا بكلامك بس مش عارفين نعملها. ما اقدرش اعيش في البلد دي من غير ما يبقى فيه رشوة او كذب، مستحيل هنموت. وكنا في صراع، احنا مقتنعين بس مش قادرين. فاكر انا خرجت من المحاضره دي، انا كنت فعلا مكتئب، ورحت لمراتي قلت لها انا كنت بعذبهم، لان هو مقتنع بالحاجه بس ما عندوش القوه، ما عندوش القوه. وافتكرت رومية 7 لما بولس كان بيشرح حالته وهو مش متجوز المسيح، وهو مش مرتبط بالمسيح، بيقول كلما اردت ان افعل الحسنى مش عارف. انا عاوز، انا فعلا نفسي اعمل الحاجه الصح بس مش قادر. يمكن النهاردة يكون نفسك ان انت تقول كلام حلو، ان انت تحب بس مش قادر. عشان كده احنا بنصلي، صلي مرة تانية، قول يا رب هبني حبا، هبني حبا، زدني قوة، امتلكني. محدش هيعرف يعملها غير الروح القدس اللي جواك. ممكن تكون مقتنع بيها بس لديك القوة انك تعمل الحاجة الصح في وسط افكار كلها بتزوقك انك تعمل الغلط. هو الروح القدس اللي جواك، المسيح اللي بيقويك. فغمض عينك مرة تانية، قول يا رب اديني القوة دي، اديني ان اكون مرتبط بيك ارتباط حقيقي، اكون ملتصق بيك، مش مسيحي بالاسم كده، مش مسيحي في البطاقة، مش متدين وخلاص، انما يا رب مرتبط بيك، فمحبتك تنسكب في قلبي باسم يسوع. فلما عاوز اعمل الحاجة الصح اقدر اعملها، تكون عندي القوة ان انا اعملها باسم يسوع. خلينا نصلي الصلاة دي مرة تانية، هبني حبا، هبني حبا، زدني قوة،
امتلكني يا الله. هبني حبا، هبني حبا، زدني قوة، امتلكني يا الله. عبودك ربي من كل قلبي، عبودك ربي من كل فكري، عبودك ربي من كل قدراتي. فأنت إلهي، نعم أنت الله. تعال إلهي بكل حبك، تعال إلهي بكل سلطانك، ونطلب وجهك من كل قلبي، أطلب وجهك من كل فكري، أطلب وجهك من كل قدراتي. فأنت أصلي للسيدات اللي وسطينا كمان، كنت مشغول بالموضوع ده. طبعا الصلاة دي كلها لينا كلنا، يعني برضو لو انت زوجة محتاجة ان ربنا يملى قلبك بالحب، محتاجة ان ربنا يديك قوة، محتاجة ربنا يديك نعمة. بس انا بصلي كنت مشغول قوي بحاجة، مش عندنا احنا الرجالة قوي، يعني عندكم غير الحب. قصة فرقت معايا قوي في كتاب مقدس أبيجايل. تعرفين أبيجايل مرات داود؟ أبيجايل بتمثل ستات كتير قوي عندها فرصة أنها تكون مؤثرة، لأن ربنا إدى الست أكتر من الراجل، رأي الشخص يعني ورأي الكتاب، حتة عقل، يعني حتة عقل زيادة. إحنا الرجالة يعني بنحب السرعة، بنحب القوة، بنحب الإنجاز، واثقين في نفسنا، فأحيانا كتير بنعمل من غير ما نفكر. بعد ما نعمل بقى بنفكر، يعني أحيانا وأحيانا لأ. بس أبيجايل شافت داود خارج يحارب نبال. إحنا الرجالة فعلا بنتحارب كتير، بنتخانق مع بعض كتير، كتير قوي أشوف خناقات ما بين الولاد، خناقات ما بين الرجالة. قليل لما بشوف يعني خناقات ضرب ضرب، يعني ما بين الستات ممكن خناقات يعني من تحت لتحت، بس إحنا نحب العنف والشراسة والقسوة. وداود في القصة دي داخل يخلص على نبال، علشان نبال ما ادالوش اكل. فأبيجايل قامت. ونفسي النهارده اعتذر لستات وبنات كتيرة وسطينا، ان احنا بنقول لكم بطريقه مباشره او بطريقه غير مباشره، اقعدي يعني ما تقوميش، خليكي في حالك كده يعني ما تتكلميش. بس أبيجايل قامت وراحت لداود قبل ما يروح يتخانق مع نبال، ووقفت وقالت له ما تعملش كده. كانت صانعة سلام، وطوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون. بس بص داود قال لها إيه، قال لها ثلاث حاجات، ودي الصلاة اللي جوايا في قلبي إن أنا أصليها. قال داود لأبيجايل في صمويل الأول إصحاح 25 عدد 32، قال داود لأبيجايل بعد ما هدته، مبارك الرب إله إسرائيل الذي أرسلك، طلعك من القعدة اللي الرجالة قعدوها لك، أرسلك طلعك وخلاكي تمشي وتطلعي بالغلمان بتوعك وتروحي لي في وسط السكة، ما قعدتيش في البيت، الذي أرسلك هذا اليوم لاستقبالي، ومبارك عقلك
انت كان عندك عقل. وهو قصده يقول ايه؟ عاوز يقول بصراحه انا داود ما كانش عندي عقل. مبارك عقلك ومباركه انت، يعني انت كلك على بعضك تكوني بركه. وده اللي نفسي احنا نصلي النهارده لبنات كتير وسطينا وستات كتير وسطينا. عندك فرصه ان انت تكوني بتتدخلي في مواقف انت شايفه خناقه، يمكن ما بين جوزك وابنك، يمكن شايفه خناقه في الكنيسه، يمكن شايفه خناقه في العيله، بس انت عندك موهبه ان انت تقولي كلمه فتصنعي سلام باسم يسوع. امين. طبعا ممكن في حاجات كتير نصليها، بس دي الحاجه اللي انا مشغول بيها النهارده، ان تكوني صانعه سلام في البيت، في الكنيسه، وفي البلد. امين. احنا نخلي راجل يصلي للستات، وبما ان احنا النهارده بنتكلم على العيله فهخلي الشريف جوز نسرين يصلي للسيدات اللي وسطينا. الشريف كان قائد مؤتمر الصلاه، فتعالى يا شريف صلي. انا عارف صعب قوي ان الراجل يصلي للسيدات، بس هنعملها اعتقد اول مره في التاريخ يعني. خلينا كلنا نتحد مع شريف واحنا بنصلي للسيدات وسطينا. بما ان نسرين قالت وقفوا ودي مراتي، ففضلوا نقف مع بعض. يا رب انا عاوز اشكرك يا رب كرجل كاب يا رب، انه انت بتضع يا رب امراه صالحه فاضله في حياتنا يا رب. يا رب انا عاوز اشكرك يا رب على كل ام في المكان ده، وكل زوجه في المكان ده، كل بنت في المكان ده. يا رب انا عاوز اشكرك لان يا رب احنا كرجاله يا رب كثور هايج يا رب في حاجات كتير في حياتنا يا رب مش بنسمع مش بنهدى، ويكون يا رب كرامتنا عاليه، ويكون يا رب اعتزازنا بنفسنا عالي. لكن انا بشكرك على كل سيده يا رب انت حطيتها في حياتنا يا رب. توقفنا عند حدنا، توقفنا نصنع الصح، توقفنا رب توجهنا، توقفنا رب تحافظ على البيت وتحافظ على الاسره، توقفنا تحافظ على مستقبلنا. انا بشكرك يا رب من اجل السيدات يا رب، بشكرك يا رب لاجل كل ام وزوجه مره تانية يا رب. يا رب ان هم صانعين سلام يا رب في حياتنا، وانا رب بنيابه يا رب عن كل رجل وكل اب يا رب في هذا المكان يا رب. يا رب بتوب قدامك يا رب عن كل مره يا رب قررنا نعمل اللي في دماغنا واحنا مش سامعين، قررنا يا رب نختار اختيارات يا رب مش صح، رغم ان انت وضعت سيده في حياتنا تقول لنا يا رب نقف مكاننا ونصنع سلام. يا رب انا بصلي يا رب للسيدات يا رب ان رب تديهم حكمه اكتر يا رب، تديهم يا رب قدره اكتر يا رب ان هم ياخدوا مكانهم يا رب في كنيستنا وفي بلدنا، ويكون يا رب صوت الحكمه وصوت السلام يا رب في وسطنا. يا رب انا عايز اشكرك يا رب على سيدتنا، لان انت يا رب اخذتهم في وسطنا يا رب من اجل يا رب مستقبل البلد دي يا رب. بشكرك يا رب على سيدات يا رب مصر يا رب، بشكرك على سيدات الكنيسه في مصر يا رب اللي هم يا رب مليانين يا رب حكمه. يا رب انا عايز اشكرك على كل مره ست تعبت، وكل مره رب الست بدلت نفسها، وكل مره سهرت، وكل مره بكت، وكل مره تعبت ودت من حياتها ومن ذهنها ومن مشاعرها وما سمعتش كل كلمه تقدير يا رب. انا بشكرك يا رب من كل قلبي يا رب ان انت يا رب تعيد ليهم يا رب كرامتهم، تعيد ليهم يا رب مكانتهم يا رب في وسطنا. نكرمهم يا رب كرجال، نكرمهم كرب كرب اباء، نكرمهم يا رب يا رب كأزواج يا رب، نكرمهم ونديهم مكانتهم يا رب قدامك، ونرفعهم يا رب ونبذل نفسنا يا رب من أجلهم، ونصلي لهم يا رب ونقف جنبهم، ويكونوا كتفهم في كتفنا مش يكونوا تحتنا ولا ورانا، لكن كتفنا في كتفهم يا رب. نملي العيلة ونبنيها يا رب زي ما أنت عاوزها في بلدنا وفي كنيستنا. أنا بشكرك مرة تانية يا رب على السيدات يا رب، بباركك يا رب من أجلهم. أمين يا رب. أمين. أنا متاح ليك، أنا متاح ليك، افعل بي كل ما يحلو في عينيه. أنا متاح ليك، أنا متاح ليك، افعل بي كل ما يحلو في عينيه. مياه جديدة في حياتي.
للبنات ده ممكن نقعد فيها ساعة نصلي الحاجات كتيرة جدا هم محتاجينها، بس نفسي فإحنا فضلنا خلاص يمكن 4 دقايق بس هنصلي الحاجة محددة قوي للاكتئاب اللي منتشر ما بين أولاد وبنات كتير ورغبة في الانتحار. نصلي باسم يسوع إن الاكتئاب ده يتشال والرغبة في الانتحار دي تتشال باسم يسوع. كانت قاعدة معايا واحدة وبتقول لي كده كان نفسي انتحر في شهر 8 اللي فات، وفي لحظة من اللحظات اللي كنت يأسى فيها جدا جبت السكينة وهقطع الشرايين ما بتتقطعش، حاولت أقطعها ما بتتقطعش. بتحكي كده بتقول فجأة لقيت كأن المسيح جه وحط إيده على كتفي وابتدى يبكي معايا، وهو بيبكي معايا الحاجة السودة اللي كانت معقداني في عشتي وبسببها كنت عاوز انتحر فجأة كنت شايفها قدامي، وكأن المسيح شالها وخلى الأسود ده بقى أبيض واتمليت بالسلام بالسلام بالسلام. أمين. فإحنا عاوزين نصلي إن ده يحصل مع أولاد وبنات كتار في اسم يسوع. فنفسي إن آخر دقيقتين ثلاثة يمكن نفسي إن كلنا نصلي مع بعض، يعني ارفع صوتك وصلي لأولاد وبنات والشباب كتار قوي وسطينا مبتلعين من الاكتئاب مبتلعين من الحزن، ان ربنا يجي يحررهم باسم يسوع. يا رب بنصلي من اجل جيل بالكامل يا رب بيواجه ظروف صعبة بيواجه تحديات صعبة محبط من حاجات كتيرة ما حصلتش سواء في العيلة او سواء في الكنيسة او سواء في البلد او سواء حتى في العالم. يا رب تعالى املاء بسلام سماوي من عندك، املاء بفرح لا ينطق به ومجيد. يا يسوع الموضوع محتاجك انت شخصيا انك تيجي وتتدخل، انك تتكلم بكلمة تتكلم بكلمة فيهرب الحزن والتنهد. يا رب أشكرك أن أنت ترشدهم يا رب يروحوا لمين، يروحوا يتكلموا مع مين. أشكرك يا رب أنك أنت كمان تطلع أباء وأمهات ومشيرين يحتوى يا رب الجيل دوت اللي طالع يحضنوهم يكلموهم بكلام الحكمة بكلام الحق. أشكرك أن أنت يا رب تقلب الاكتئاب تخليه فعلا سلام وفرح وانطلاق باسم يسوع. يا رب تدي الفرح الذي لا ينطق به ومجيد، مش السلام اللي بيديه العالم إنما السلام اللي انت بتديه في اسم يسوع. يا رب نثق إن الشهور الجاية يا رب نسمع عن ناس كتير يا رب الاكتئاب اللي جوه قلبها يا رب بيتحول لسلام وراحة وطمأنينة، ويكون الشباب اللي بتتغير دي يكونوا سبب إن هم يروحوا لأصحابهم ويكلموهم ويقلبوا الاكتئاب اللي عندهم في اسم يسوع. انت تحرر، انت بتشفي باسم يسوع. يا رب مصدقين فيك مصدقين فيك. ويا رب كمان بنحط الطلبات دي قدامك يا رب، الطلبات اللي اتكتبت في ورق او الطلبات اللي جوه قلوب ناس كتير او الطلبات يمكن لناس بتتفرج علينا في الشاشات. يا رب انت الشافي، انت مش بس تشفي من اكتئاب وامراض نفسية انما انت تشفي كمان من امراض جسدية، انت تشفي من تعب مستمر بقاله سنين، انت تشفي يا رب من يمكن شوكة في الجسد كده تعب شخص يا رب ومألماه. انت كمان تيجي وتتدخل يا رب ترفع الظلم عن الناس باسم يسوع. يمكن في طلبات صلاة هنا لبيوت كمان مكسورة، يا رب انت تيجي وتجبر الكسر ده باسم يسوع. بنثق ان انت حي، بنثق ان انت تقدر،
بنثق انك تجول في وسط الصفوف تصنع خير باسم يسوع. يا رب طلبة خاصة لأجل ناس فقد الأمل، فقد الأمل إن مشكلتها تتحل، أنت تيجي في الهزيع الرابع يا رب وتتدخل وتمد إيدك باسم يسوع. أنت طلبت مننا إن احنا نصلي وإحنا جايين قدامك بنصلي، بنصلي لأجل ناس كتيرة في بلادنا محتاجة الصلاة، متألمة يا رب وبتبكي ليل ونهار. تعالى يا رب امسح دموعهم، امسح دموعهم، لأن أنت تحرر، نعم، لأن أنت تشفي، نعم نعم، انت ذبحت من اجلنا، انت تخلص، انت تخلص في اسم يسوع. خلينا نهتف الهتاف ده واحنا بنكمل صلاة للشفاء وللتحرير باسم يسوع المسيح. مخلصي ذبحت على الصليب، رفعت، حملت اللعنة، العمل اجمل، الشيطان سحق، مجدا لك، مجدا لك. مخلصي ذبح على الصليب، رفع، عملت اللعنة، العمل أكمل، الشيطان سحق، مجدا لك، مجدا لك، مجدا خلصتنا، مجدا خلصتنا، مجدا خلصتنا وتخلص بالتمام، مجدا خلصتنا، مجدا خلصتنا، مجدا خلصتنا وتخلص بالتمام. تحرر نعم، نشفي نعم نعم، نعلن إيماننا، لا تتغير، لا تتأخر، نؤمن بك، نؤمن بك. تحرر نعم، نشفي نعم نعم، نعلن إيماننا، لا تتغير، لا تتأخر، نؤمن بك، نؤمن بك. مجدا خلصتنا، مجدا خلصتنا، مجدا خلصتنا وتخلص بالتمام، مجدا خلصتنا، مجدا خلصتنا، مجدا خلصتنا وتخلص بالتمام. نحن نرفعك ونسبحك، فيك أماننا، على حياتنا، على أبوابنا، دماؤك، دماؤك. نحن نرفعك ونسبحك، فيك أماننا، على حياتنا، على أبوابنا، دماؤك، دماؤك. مجدا خلصتنا، مجدا خلصتنا، مجدا خلصتنا وتخلص بالتمام، مجدا خلصتنا، مجدا خلصتنا، مجدا خلصتنا وتخلص بالتمام. هللويا. عندي اعلانات مهمه قوي ان احنا نسمعها. عندنا ليله صلاه الخميس اللي جاي، الخميس اللي جاي على طول، كمان 3 ايام هتبقى هنا في الكنيسه من الساعه 8 ل 11. عاوزين نكمل اللي ربنا عمله معانا في مؤتمر الصلاه، عاوزين نكمل صلاه من اجل الكنيسه، من اجل مصر، من اجل بيوتنا. فليله الصلاه هتبقى الخميس 20 ديسمبر من الساعه 8 ل 11 بالليل. مواعيد احتفالات الكريسماس، اجتماع الشباب هيعمل احتفال الكريسماس يوم 28 ديسمبر، مش الجمعة اللي جاية، لما الجمعة اللي بعدها من الساعة 6 ل 8. واحتفال رأس السنة هيكون يوم 31 ديسمبر أكيد، بس هيبقى في حفلتين، الحفلة الأولى من 7 ل 9 والحفلة الثانية من 10 ل 12 ونص. واحتفال الكنيسة بالعيد السنة دي هتكون الطايفة بتحتفل هنا هو في الكنيسة يوم الجمعة 4 يناير من الساعة 2 الظهر، 2 ل 3 ونص. الأحبة اللي عاوزين صلاة للشفاء هنصلي لهم هنا في الكنيسة تحت المنبر، والأحبة اللي بيرغبوا في صلاة للتحرير بيتوجهوا لقاعة الأسيس منيس عبد النور اللي هي بعد الباب الإزاز تحت قاعة الأسيس إبراهيم سعيد. خلينا نختم كده بالصلاة، وأن يا رب يبارك الأسبوع ده في اسم يسوع في بيوتنا وفي علاقاتنا وفي أشغالنا. يا رب
نشكرك من أجل اجتماعنا، بنشكرك يا رب أن أنت حاضر وسطينا، بنصلي أن أنت تبارك كل واحد فينا، بارك خروجنا ودخولنا، بارك عائلتنا، بارك بيوتنا، بارك علاقاتنا ببعض يا رب، اسكب محبتك جوانا بالروح القدس في اسم يسوع. وبنجيلك يا رب ونصلي زي ما انت علمتنا، أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد من الآن وإلى الأبد. ونعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس تكون معنا من الآن وإلى الأبد. أمين.